للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مع عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد. أهلا ومرحبا بك ست إيناس. بداية، اليونيسف أكدت أن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في العراق لا تزال مرتفعة. إذا كان حديث المنظمة عن الأطفال بشكل عام بهذه الخطورة، فماذا عن الأطفال النازحين؟ يعني مما لا شك فيه بأنه الأطفال بشكل عام بالعراق يواجهون ظروف إنسانية مأساوية جدا. أطفال يعيشون في خيام متهالكة في حر الصيف، هناك أيضا يعني تقصير في الرعاية الصحية بشكل عام، وأيضا على وجه التحديد فيما يتعلق بالمخيمات حصص غذائية أيضا شهرية بالكاد تكفي لسد الرمق. هذا الأمر يعني عندما نراه في المخيمات نراه بشكل مضاعف وأكبر من خارج المخيمات. هذا كله يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل التي يعني راعت المصلحة العظمى للطفل وأوجبت توفير كافة متطلبات العيش الكريم لهذه الفئة، ولكن بالإضافة إلى عدم توفير هذه المتطلبات نجد اليوم أن الحكومة العراقية أيضا يعني عاجزة عن توفير أيضا متطلب أساسي اليوم لهؤلاء الأطفال، وهو متطلب التعليم. وكما ذكرت المنظمات الحقوقية يعني إذا صح القول بأن هناك تمييزا في العراق بسبب يعني انتماء بعض أهالي هؤلاء الأطفال إلى داعش، ولذلك يتم استثناءهم من التعليم، فهذا انتهاك جد خطير ولا يمكن السكوت على الصمت عنه مطلقا، لأنه فعلا أولا يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل كما ذكرت لك. شبكة مراقبة الأطفال تقول إن الأطفال النازحين يواجهون تحديات لا حصر لها، ما هي أشكال هذه التحديات؟ يعني كما ذكرت لك هناك يعني تحديات على كافة المستويات، على كافة الأصعدة. لا يوجد هناك ماء نظيف لهؤلاء الأطفال، لا يوجد هناك حليب رضع، لا يوجد هناك متطلبات أساسية لهؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال أيضا يجدون يعني الظلم عندما يرغبون بالتعلم، ولكن يعاقبون على أفعال لم يرتكبوها بسبب انتماء بعض أهاليهم إلى جماعات مسلحة شاركت في العمليات العسكرية. هذا الأمر بدلا من أن تعالجه الحكومة العراقية وأن تدمج هؤلاء الأطفال في المجتمع، نجد بأنه على العكس تماما. هناك سياسة التمييز، القمع، الإهمال. هذه السياسة ستؤدي بهم إلى مسالك التطرف، سوف تنشئ جيلا كاملا يعاني من التجهيل، وهذا الأمر سنجد أثره بعد سنوات، ليس الآن، ولكن يعني هذا الأمر فعلا يشير إلى يعني أو يستوجب تحرك على مستوى محلي أولا، وأيضا على مستوى دولي لإنقاذ هؤلاء الأطفال من الظروف المأساوية التي يعيشون فيها. منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن الحكومة في العراق توصد أبواب المدارس أمام آلاف الأطفال النازحين، إلى ما ترجعين هذا الإجراء برأيك؟ يعني هي سياسة عقاب جماعي، لا يوجد تفسير غير ذلك، يعني لا يوجد أي تبرير ومبرر لهذا الأمر، ولكن للأسف لا نجد أن هناك بعد أفق في الحكومة العراقية فيما يتعلق فيها هذا الأمر على وجه التحديد. إغلاق المدارس في وجه هؤلاء الأطفال لن يخدم العراق بأي شكل من الأشكال، ولن يجعل هؤلاء الأطفال بمعزل أو يعني بمعزل عن المجتمع وبمعزل عن اختلاطهم بالفئات الأخرى. لذلك ليس علاجا بالمطلق أن تقوم العراقية بحرمان هؤلاء الأطفال من التعليم. يجب أن يتم إعادة النظر من قبل الحكومة العراقية بهذا القرار، وأن يتم التحرك على الفور أيضا من أجل إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع. ألا تعتقدين أن هذا الإجراء قد يزيد المشكلة في العراق وقد يخلق جيلا ناقما من الدولة العراقية لأنها حرمتهم من كل شيء؟ بالتأكيد طبعا، يعني لا يوجد هناك يعني إيجابية واحدة للقرار الذي تتخذه الحكومة العراقية في هذا الصدد. هؤلاء الأطفال سوف يعني تنقلب السياسات التمييزية الممارسة ضدهم إلى شعور سلبي بالكره للمجتمع، يعني الشعور بالانتقاص. هذه المشاعر السلبية كلها سوف تنقلب إلى تطرف ومن ثم تأصيل المشكلة بدلا من حلها. يعني نحن اليوم فتحت الحكومة العراقية الحرب على أبوابها ضد الجماعات المتطرفة، ولكنها اليوم تنشئ جماعات متطرفة منذ الصغر، وهذا الأمر يجب أن يتم إعادة التفكير فيه وأيضا يجب التحرك ضده فورا. الناشطة الحقوقية إيناس زايد كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.